قال انا اسود من اني ابن النور، مع اني ابن النور. ركز، انا اسود مع اني ابن النور، تمام. ووجهتي دائما لفوق، وجهتي دائما لفوق. الباب تمام باي جهه تقع؟ سؤالي لك، ايمتى انتقل كريستيانو من ريال مدريد ليوفنتوس؟ السؤال بقول لك كم شهر بيجي فيه 12 28 يوم. اذا شربت ماتت، شو هي دوري ابطال اوروبا؟ تمام. اخر سنه مين اخذه؟ شو هو الطير؟ شو هو الطير يلي بيستخدم كرمز للسلام؟ هي في صلاه سريه بين صلاتين جهريات، شو هي؟ هذا البرنامج برعاية مشافي الدكتور محمود حاج عثمان، مشافي دواء. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين قناة حلب، اليوم بحلقة جديدة من حزوة رمضان. حلقتنا اليوم من مدينة الباب، كنا بأجواء رمضان وصرنا بأجواء العيد. تابعوا معنا وخلينا نبلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفاجأ. هاي حزوتنا دائما راح تفاجأ. خيو سؤال وجواب. تفضل. جاهز؟ جاهزين. أو شفت تابع برنامجنا؟ حلب اليوم. حلب اليوم. لا قناة اسمها حلب اليوم. حزوة رمضان. موسم السابع. أي موسم نحن؟ السابع. حيو. سؤالك بيقول أو لغزك بيقول أو حزورتك بتقول. قال أنا أسود من إني ابن النور، مع إني ابن النور. ركز، أنا أسود مع إني ابن النور. تمام؟ ووجهتي دائما لفوق. وجهتي دائما لفوق. اسود من ابن النور. مع ان ابن النور، انا اسود مع ابن النور، يعني شيء لونه اسود هو ابن نور. وجهته دائما لفوق. تعرف في شيء لفوق؟ ما في شيء. اسود ابن النور. طاقة شمسية؟ لا. روع روع. بالشتي دائما بضل فوق. بالشتي دائما بضل فوق. بالله عليك عرفته؟ فكر فيها. انا اسود. لونه اسود يعني. هو ابن نور. ودائما لفوق عم يطلع. دائما لفوق عم يطلع. الليل يعني. ليلي يا ليل. والله ما فهم عليك. شو هالحزيرة هاي؟ ايوه صعبي؟ صعب. بالشتي. عشان تدفن دخان؟ يا عيني عليك. مبروك تربح معنا جائزة مقدمة مشفى دواء. عايش. رمضان كريم. علينا وعليكم. السلام عليكم. سلام. شلونك؟ والله الحمد لله. شو ملا اجواء العيد؟ اجواء العيد. صرنا اجواء العيد هلا، خلصنا من رمضان. ايه ما شاء الله، والله بس الله يديم الامن والامان ان شاء الله. تمام اجواء العيد؟ ايه الحمد لله. في شيء متغير عن السنه الماضيه؟ لا والله الحمد لله، الوضع كثير كويس. منين حضرتك؟ من هو من الباب. من الباب؟ ايه من الباب. تابع برنامجنا انت؟ ايه برنامجكم حزازير مو؟ لا برنامجنا هذا حزورة رمضان. حزورة رمضان. طيب شو؟ سؤالي بقول لك انت منين؟ من الباب اصلا؟ من الباب. اي الباب تمام؟ بأي جهة تقع؟ الريف الغربي، الشرقي، الشمالي؟ الشرقي الشمالي. صحيح. لا شو هو؟ الشرقي. صحيح. مبروك تروح معنا جائزة مقدمة من مشفى دواء. يسلمون. وكل عام بخير ولا رمضان كريم؟ شو بقول لك؟ رمضان كريم. إن شاء الله الله يعيده علينا وعليك وعمة محمد يا رب. مرحبا. أهلين. شلونك؟ والله بخير الحمد لله تمام. ليشك نفسية زيادة؟ لا ما نفسية. عرفنا حضرتك؟ عبد الرحمن من حمص، عبد الرحمن سيوس له. من حمص؟ إيه من حمص. طيب بتتابع الرياضة؟ إيه بتابع الرياضة. منيح منيح ولا لا؟ ما يعني متابع بس فريق المفضل. مباراة امبارح مين بين مين ومين كانت؟ بين تشيلسي وريال مدريد. مين ربح؟ ريال مدريد طبعا. والله بأنك متابع منيح. أشوف الرياضات المفضلة؟ ريال مدريد. حافظهم كلهم؟ حافظهم. يعني هلا إذا قلت لك عدد لي أسماء لأي ريال مدريد هلا فريقهم الحالي بتعددهم؟ إيه بعدين. هذا نشوف. هلا عندك بالحارس ديبو كورتوا. عندك الجناح الايمن داني كارباخال، وسط الدفاع موليتاو، عندك كمان بالدفاع روديغير، الجناح عندك كامافينجا كان امبارح، بالوسط توني كروس، وبالمركز النصانه عندك لوكا مودريتش، فالفيردي بالنص كمان، بالهجوم رودريغو فينيسيوس وبنزيما. كي عربي يا زلمه. خيو كريستيانو بعرف كان بالريال مدريد انا. ايه طبعا. ليش ما عديته؟ انتقل 2009. حلو كثير. سؤالي لك، ايمتى انتقل كريستيانو من ريال مدريد ليوفنتوس؟ 2018. والله انت فريقك مبروك، تروح معنا جائزه مقدمه من مشفى دواء. الله يجزيكم خير يا رب. بتمنى يرجع ريال مدريد؟ طبعا.
طبعا. على فكرة أنا ريالكم فرينا. حياك الله، الله يعطيك العافية. رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. شلونك؟ والله داعي لك. شملة أجواء العيد؟ والله الحمد لله رب العالمين ماشي الحال. تدرس حضرتك ولا لا؟ والله عم بدرس بكالوريا. تدرس بكالوريا؟ يعني بالتوفيق. شو ناوي تسجل؟ ولا لسه هلا بكالوريا؟ هلا بكالوريا. هلا فت بكالوريا؟ أدبي ولا علمي؟ أدبي. سيدي بالتوفيق. الله يسلمك يا رب. خيو حزوت رمضان، سؤال وجواب تربح معنا. تمام. جاهز؟ جاهز. شو معلوماتك؟ ها؟ يعني. طيب خيو السؤال بقول لك كم شهر بيجي فيه 12 28 يوم؟ كم شهر بيجي فيه 28 يوم؟ شهر واحد. اين هو؟ هو عاد تذكروا. ما اعرف شهر واحد انا، شو بعرف وين؟ اين هو طيب؟ هلا بتعرف شهر واحد بيجي فيه 28 يوم؟ ايه بس شهر واحد؟ بس شهر واحد. وش باقي الاشهر شو بيجي فيها 15 يوم يعني؟ لا بيجي فيه 30. ما بيجي فيه 28 يوم كمان؟ كل الاشهر بيجي فيه 28. يا سيدي مبروك. قصدك هذا الشهر شباب؟ ايه. انه بيجي فقط 28 يوم، ما بيجي اكثر، بس كل اشهر بيجي فيه 28 يوم. مبروك تروح انا جائزة مقدمة من مشفى دواء. الله يبارك. ان شاء الله بتنجح وبنشوفك هيك بعلى المراتب. الله يسلمك يا رب والآية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ والله داير. والله الحمد لله. الاجواء؟ والله الحمد لله اجواء عيد واجواء كويسه والكل يعني قام ترتزق الحمد لله. شلون البيع؟ شد الكاس القهوه فيها؟ والله قام بيعها بليرتين ليرتين ونص. الحمد لله. تعرف حضرتك منين انت؟ والله من دير الزور جبيل البلد. ايه والنعم والله. والله بصلك يا غالي. سيدي الله يرجعكم على الدير. ان شاء الله عرفت. العيد الجاي بتقضوني. الله يعزك يا غالي. سؤال وجواب تروح انا. تفضل. اهلا وسهلا. حزوره هي. تمام؟ إذا شربت ماتت شو هي؟ إذا شربت ماتت النار. صحيح. مبروك تروح أنا جايب مقدمة من مشفى دواء. الله يعزك. رمضان كريم. الله علينا وعليك إن شاء الله يا غالي. الله يبارك بك إن شاء الله ووفقكم ووفق إن شاء الله كل شيء واحد ساهم بهالأمر. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير. الحمد لله بخير. سوا ما؟ إيه سوا. حضرتك والده؟ لا هذا عندي لاعب بالنادي. أنت كابتن؟ أنا الكابتن. من وين حضرتك؟ من ابو كمال. ابو كمال. ايه. الله يبارك فيك. هذا بيك لاعب منيح ولا لا؟ كويس. قوي. مدرب لياقه. ما شاء الله. الله يبارك فيك. شلون بشكل عام الاقبال يعني الاطفال على كره القدم؟ كويس. يعني راح يطلع لنا لاعبين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شو اسمك انت؟ محمود. محمود؟ محمود من ابو كمال كمان؟ لا من الباب منهم. انت من الباب؟ ايه. شو تلعب انت؟ اين و مدافع اخر لاعب. مدافع. مدافع اول ولا اخر لاعب؟ اذا مدافع اول هذا راح اساله بالكره القدم. تفضل لنشوفه اذا ادى ولا لا. لا ادى ان شاء الله. طيب واثق انك ادى ان شاء الله. طيب خيوم سؤالك بيقول لك دوري ابطال اوروبا تمام اخر سنه مين اخذه؟ اخر سنه ريال مدريد. حلو كثير. اللي قبله تشيلسي. اللي قبله بايرن ميونخ. اللي قبله بايرن ميونخ ليفربول. طيب اللي قبله وربح معنا ريال مدريد دخلت ثلاث مرات من 2016 ل 18. طيب تمام. مين اكثر فريق اخذ دوري ابطال اوروبا؟ ريال مدريد. كم مره اخذ؟ 15 مره. ما شاء الله ما شاء الله عليك. مبروك تروح معنا جائزه مقدمه من مشفى دواء. ما شاء الله يعني ما بس لاعب بقيت متابع في عنده معلومات. احنا مدربين لازم زادت تنتجنا معه. طيب اسمع بما انك متابع امبارح مين ومين كان بيلعب؟ ريال مدريد وتشيلسي. مين ربح؟ ريال مدريد. ما شاء الله. رمضان كريم. عاد علينا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك؟ اهلا وسهلا. اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك ام فادي من حمص. من حمص انت؟ والنعم والله. شو ملاقي اجواء العيد؟ الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا هيك فضله الكريم يا رب العالمين. بتسوق هلا؟ هلا رايحه والله. هلا رايحه بتسوق. في غلا ما في غلا بتسوق ولا لسه ما شفتي؟ كل لسه ما شفت بس بتوقع غلا. رح تنصدمي هلا؟ اكيد رح تجيني جلطه. رح تكون من حجي افادي؟ اكيد. الله يبارك فيك. الله يسلمك. خلص لي اسال وجواب تربحي معنا. اي يلا اهلا وسهلا. شو معلوماتك؟ ماشي الحال الحمد لله. طيب شو هو الطير؟ شو هو الطير يلي بيستخدم كرمز للسلام؟ طير الحمل. شو؟ لا ما الحمل. هذا طول شوي. الطير مستخدم على طول موجود بالاحياء. بالاحياء
بين الاحياء. هلا نحن بحمص نقول له طير السلام. تمام، شو هو؟ حمامي. حمامي ولا ست ستيت؟ حمامي يمكن. حمامي. بحمص كيف بتقولوا له؟ ست ستيت. صحيح، مبروك، تربحت معنا جائزة مقدمة من مشفى دواء. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. علينا وعليكم يا رب، الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام عليكم. اهلا وسهلا. رمضان كريم. والله الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وين خليك هيك معلش؟ مسابقة تروح معنا، منين حضرتك؟ ايه من حلب. من حلب؟ ايه. شو ملاقي الأجواء؟ أجواء الحمد لله رب العالمين. شو ملاقي البيع؟ إن شاء الله في بيع. الحمد لله مستوي، ستر الله. الحمد لله. شو معلوماتك بشكل عام؟ معلوماتك شلون؟ والله جاهز؟ على قدي يعني. جاهز؟ تربح معنا؟ إن شاء الله. إذا ما ربحت؟ ما ربحنا، حظ. تربح إن شاء الله. طب شو بتحب، شو بتريد أسألك؟ بأي مجال؟ بالدين شو رأيك؟ تفضل. طيب أقول لي لا تخاف، راح تربح راح تربح. خيو في صلاة سرية بين صلاتين جهريات، شو هي؟ صلاة سرية بين صلاتين جهريات. بين صلاتين اختيار، في عندي اختيارات. اختيارات فورا. طيب خي راح يغير لك يا. تمام. ابن أمك، ابن أم أمك، مين بيكون؟ ابن أم أمك. ابن أخوي. لا، ابن أم أمك. أفكر يا والله. الأب. الأب. روي شوي. ابن يعني حفيد. حفيد. صحيح. أم أمك، مين أم أمك؟ ننتي. تمام. مين بيكون يعني؟ ننتي. أنا. مين؟ صحيح، مبروك، تبع معنا جائزة مقدمة مشفى دواء. ابن أم أمك يعني. الله يرزقك. رمضان كريم. الله يرزقك يسعد. مشاهدين قناة حلب اليوم، وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة. وسؤال حلقتنا بيقول: ما اسم آخر معركة حصلت في الأندلس؟ اكتبوا لنا إياها بالتعليقات، وانتظرونا اليوم بالبث المباشر مع الزميل ياسر عاصف.